الذي يقول إن من سب النبي وتاب لم تقبل توبته، أنا لا أعلم دليلا صح ينقل عن ابن تيمية وابن القيم كلام مثل هذا، لكن ما الدليل على أنها لا تقبل توبته؟ يعني إذا تاب توبة نصوحا، إذا تابت كانوا في الكفر يسبون النبي ويسلموا فتقبل توبتهم. فإذا ارتد شخص بسب النبي وراد أن يرجع، المانع لماذا أن أقول له لن تقبل لك توبة؟ هناك فارق بين إقامة الحدود، إقامة الحدود على المجرمين، وفارق بين توبة العبد. توبة العبد مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها من أي ذنب كان. يعني ما النص الذي يفيد أن ساب الرسول لا تقبل توبته؟ طيب ساء الذي يسب ربه ويتوب، هل نقول له توبة نصوحا؟ هل نقول له لا تقبل توبتك؟ الباب مفتوح للتوبة لمن أراد أن يتوب. ربما يقصد أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوب بالطبع لكن يقتل تعزيرا. طيب إن تاب قبل أن يقتل، والله يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أحاديث قبول التوبة يا إخوة كثيرة في يعني مئات الأدلة تحثنا على التوبة، والله يفرح بتوبة عبده. فالذي سب الرسول وندم قبل أن نقدر عليه، نعم زي كالحرامي مثلا، حرامي سرق وجيء به إلى القاضي يقول ما عندش يا قاضي أنا أستغفر الله، صح استغفر الله لكن الحد سيقوم عليك. شخص سب الرسول عليه الصلاة والسلام، شخص سب الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء عند القاضي قال أنا معلش ما عندش، لكن يقوم عليه الحد في حد سب الرسول حينئذ. لكن شخص تاب قبل أن نقدر عليه، شخص والعياذ بالله ارتكب مهما ارتكب وتاب قبل أن يقدر الناس عليه، إلا إذا كانت حقوق متعلقة بالعباد الأحياء. أما قول